أهلا بك يا عزيزي الطالب في موقع عزف.com. إصدار الروائع الشرقية الخليجية أتى بعد النجاح الذي حققته إصدارات الروائع الخليجية الجزء الأول والجزء الثاني، وكذلك إصدار الروائع الشرقية. وجدنا الكثيرين يطالبون بإصدار منوع ما بين الأغاني الشرقية والأغاني الخليجية، فكان هذا هو الإصدار الذي بين يديكم الآن. تجدون تفاصيل الأغاني أسفل هذا الفيديو. وكما تعودنا دائما يكون شرح الفيديو في البداية، نذكر المقام المكون من هذه الأغنية ونبدأ بشرحه بالتفصيل، وإذا كان هناك علامات تحويل وانتقالات سواء مقامية أو عرضية نبدأ نشرحها في البداية، وكذلك نركز عليها بخلال شرح الأغنية. تجد في هذا الإصدار النوتة الحرفية مكتوبة، طبعا حرفية نعني بها دوري مي بالكتابة العربية وليست النوتة الموسيقية. تمنياتي لكم بالاستمتاع بهذا الإصدار وإلى